مرحبا بك دكتور الغوغ. يعني لو تطلعنا عن أبرز المساعدات وأبرز الجهود المتعلقة بالخدمات الطبية المقدمة للناجين من هذه الكارثة الإنسانية الكبرى، ما قدم حتى الآن وما تحتاجونه وما تواجهونه من تحديات؟ مساء الخير. في البداية الحمد رحمة على الناس اللي قدرت حتى في هذا الميدان، بسم الله شهداء من جميع الجنسيات بما فيهم ليبيا ومصر وسوريا والسودان، في عديد من الجنسيات. فرصه او وسط الطوارئ الازمه عملت على اكثر من نقاط لمستشفيات ميدانيه على طرق مدينه درنا، لان للاسف مدينه درنا اكثر من ثلث جرفها البحر، عدد كبير من الحالات الوفيات بصفه عامه، فيه اعداد كويسه من العناصر الطبيه كبيره مساعده. اعتقد ان احنا نكتفي بهذا الموضوع، تبرعات والدعم والاغاثه من جميع المدن واغلب الدول الجاره والصديقه من جمعيه مصر العربيه وصلت الى 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 مدينه درنا ودواعيها. عندنا نقص في بعض الادويه المزمنه المحتاجه في اليوميه، لان يعني اغلب الصيدليات المقفله في تلك المنطقه، واعتقد انها ستتوفر في اليوم او بكره باذن الله تعالى. الوضع الصحي للناجين يعتبر كويس، اغلب الحالات اللي تحتاج الى رعايه صحيه تم نقلهم من المستشفيات الميدانيه الى بعض المدن او الى خارج ليبيا لتلقي العلاج. هذا اهم شيء يحتاجوه حاليا كصحه، اللي هو بعض الادويه المزمنه او الادويه اللي يستعملوها بشكل يومي. الاحتياج الحقيقي في الوضع الحالي اللي هو فرق الانقاذ، لان في عدد كبير جدا جدا من المفقودين. امكانيات الدوله الليبيه في هذا الموضوع اعتقد ضعيفه نوعا ما، ووصلوا عدد كبير من افريقيا، من جمهوريه مصر، من تركيا، من قطر، من الامارات، من يعني مش ننسى من اسبانيا ايضا، بادئين شغل ان شاء الله بالنجاح. خايفين الامان من بعد هذا الموضوع اللي هو قد يكون موضوع الاوبئه. اعتقد ان وزاره الصحه وغرفه الازمه باشرت في عقد عينات من المياه والتربه، لان عدد كبير من الجثث سواء الادميه او بعض الحيوانات لان كلها متحلله، وبدات الرائحه تفوح في عدد كبير من احياء مدينه درنا والمناطق المحيطه. هذا باختصار يعني اللي صاير حاليا. طيب دكتور الغوغ، حسب الآن ما نراه من التصريحات الصادرة من قبل الأمم المتحدة أو ممثلي الاتحاد الأوروبي والمنظمة الأممية في الشرق الأوسط، هناك بعض التحديات اللوجستية التي تواجه فرق الإنقاذ وتواجه الأطباء وتواجه تقديم الخدمات المختلفة للناجين أيضا. ما شكل هذه التحديات دكتور محمد التي تواجهكم في سواء البحث عن مفقودين أو مساعدة وتقديم العون إلى الناجين؟ المشكلة كبيرة. احنا زي ما قلت لحضرتك ان البحث على المفقودين لأن تحتاج إلى فرق متخصصة، لأن حجم الكارثة كبير جدا جدا، أكثر مما تسمح فيه الإعلام الأمانة. يعني موضوع تقديم الخدمة اللي هي طريقة الوصول لأغلب الطرق، أغلب الطرق جرفها فيل. على سبيل المثال درنا، مدينة درنا انقسمت بسبب هذا إلى الضفتين غربية وشرقية. المسافة الأساسية بعض الكيلومترات، لكن باش تتحول من المنطقة الغربية لمدينة درنا إلى منطقة تحتاج إلى ذهاب 100 كيلومتر، يعني دير لفة كاملة باش ترجع. هذه عائقات، وأعتقد أن شركة خدمات الطرق بدين يصلحوا في بعض الطرق لوصول ليسهل الوصول الى المستهدفين. بصفه عامه كوضع صحي لبعض الناجين يعتبر جيد جدا. ثلاثه زي ما قلت لحضرتك، كل مدن ليبيا والدول المجاوره وارسنال كلها فرق طبيه في عدد كافي جدا لتقديم الخدمات. بعض النواقص، المشكله الاكبر اللي هي في فرق الانقاذ، هذه هي اللي عندي كبير، لان في عدد كبير من المفقودين ان شاء الله يكونوا على قيد الحياه. نتمنى من الله عز وجل ان يسرع في انقاذهم.